هذا واتهم مشاهدينا عضو المؤتمر الوطني والناطق باسم كتلة التحالف توفيق بريك، اتهم العضوين عبد الرحمن السواحلي وصالح بادي بجلب المعتصمين وحثهم على الاعتصام أمام القاعة التي تحتضن الاجتماعات إلى أن يتم التصويت على قانون العزل. ما صحة هذا الاتهام؟ أناقشه مع أحد المعنيين، عبد الرحمن السواحلي عضو المؤتمر الوطني العام من طرابلس. سيد السواحلي، أرحب بك في ليبيا لكل الأحرار. أهلا بك، هل لك علاقة تفضل. من قريب أو نعم، من بعيد يعني بجلب المعتصمين حتى يحاصروا القاعة المؤقتة لك ولبقية أعضاء المؤتمر اليوم؟ بما ترد على اتهام زميلك؟ الحقيقة أنا لم آتي إلى هذه المداخلة لكي أتحدث عن اتهام شخص أعتقد غير مسؤول عن كلامه. أنا الآن أتيت معك لتحدث عن مجال اليوم. سوف نتحدث معك، لكن أجبني عليه. يعني هناك عضو من المؤتمر الوطني هو مسؤول عن كلامه، تقول لأن هو ليس مسؤول عن كلامه، لا أعرف كيف. يعني هذا العضو، أعتقد أن هو أي إنسان يتكلم بالطريقة فهو غير مسؤول طيب عن أجبنا كلامه. على اتهامه، هو يتهمك بجلب بجلب المعتصمين ومحاصرة المقر، ما ردك على هذا الاتهام لو سمحت؟ هو رد اتهام الذي محاول ابتزاز عبد الرحمن السويحلي وتهديده من اجل ان لا يستمر في نضاله من اجل قانون العدل السياسي. انا اؤكد لك انني سأزيد اصرارا وعزما وصلابه في تطبيق العزل السياسي والقطيعه مع نظام عمق الدفع. هذا الذي ولماذا انت يقال دون غيرك سيد السويحلي وانا اعود يتهمك عليهم جميعا العضو عضو انني اعتقد المؤتمر؟ الناس سيد السويحلي عذرا، العزل والقطيعه مع عمر القذافي، ومن حق كل انسان في ليبيا ان ياتي الى المؤتمر الوطني ويعتصم ويحتج ويطالب بما يشاء، بس يلتزم بالاسماء بالضوابط الزلميه. طيب سيد السويحلي عذرا، انا الليبيين اليوم وغدا الى احتجاج واعتصام في كل مدن ليبيا، وان ياتي الى المؤتمر الوطني من اجل ان يضد هذا القانون، ولابد من الحجه الخارجيه لانه بدونها لن يتحقق عدل سياسي، لان هناك كتله داخل المؤتمر الوطني يمثلها السيد يتحدث لا تريد عدل سياسيا، لان استطال كثير من رموزها. طيب سيد السويحلي اجبني على هذا السؤال. العزل السياسي ليس مطلبك انت وحدك داخل المؤتمر الوطني العام، لماذا انت وحدك من تتهم مع العضو الاخر صالح بادي هذا لأسباب بالتنسيق سياسية، وراء هذه المحاصرة؟ لأنهم يريدوا أن يبعدوا الأنظار عن القضية الحقيقية وهي قضية المعتصمين اليوم والذين أتوا من كل أنحاء ليبيا وليس مدينة واحدة، ووسائل الإعلام تستطيع أن تتأكد من ذلك. أما الذين يرمون بالتهم جزافا على منطقة معينة شبيه فليس لهم هدف إلا أن يغضوا الأنظار عن الهدف الحقيقي وهو إقراق العزل السياسي. هل توافق على هذا الأسلوب سيد السواحلي الذي نراه الآن في الشاشة، مجموعة من المواطنين يحاصرون القوة الأولى التشريعية في ليبيا ويفرضون عليها سن قانون الآن وفورا وإلا لن يخرجوا؟ هل توافق على هذا الأسلوب؟ خليني نكون معك في الصورة. المؤتمر الوطني تعهد قبل 10 أيام بأن يصوت على قانون العزل السياسي 5-3. الآن كثير من الناس داخل ليبيا والمعتصمين خارج المؤتمر الوطني يقولون أن هناك خيانة وأن هناك تمييع وأن هناك مماطلة وأن ليس هناك جدية ورغبة حقيقية داخل المؤتمر لإخراج هذا القانون. وبالتأكيد أنا أؤيدهم في ذلك، لأننا أصدرنا قرار أو قانون قبول مبدأ العدل السياسي 25 ديسمبر الماضي، والآن حوالي 3 شهور مضت وما زلنا نروح في مكاننا وما زلنا نضيع الوقت، والليبيين ليسوا على استعداد لانتظار أكثر مما انتظروا. ولكن أنا أرفض كل تهجم وكل همجية وكل استعمال العنف ضد المؤتمر الوطني أو أي عضو من المؤتمر الوطني، هذا مرفوض تماما، ولا أقبل بأي من الأحوال أن يمارس هذا الأسلوب في ليبيا الآن. ولكن ما يجري الآن كيف تصف هذا الأسلوب؟ نعم، الأسلوب الذي يتبعه المحاصرين لقاعة المؤتمر الآن بما تصفه؟ أنا أصلا هذا نعم. ألو، نعم أسمعك سيد سويحلي. أولا أشير أخيرا أن ليس في المرة الأولى في تاريخ الديمقراطيات في العالم هناك دول أعرق منها في الديمقراطية، نعم، وحوصيت برلماناتها سلميا وتم إسقاط حتى حكومات، هذا أولا. فهذا ما يجري الآن استثناء، ولكن استعمال العنف والتهديد
انا ارفضه تماما. هل استعمل؟ الصوره تقول بانه استعمل. الان نشاهد عضو المؤتمر الوطني العام جمع السايح، ويبدو انه يعني في حال لا يحصد عليها، يعني يتعرض للاعتداء، فهو نراه في الصوره الان. هذا العضو الان تعرض اليوم تعرض للاعتداء، وهذا حقيقة يعني أسلوب مرفوض تماما. وأعتقد أن المؤتمر بجميع أعضائه باختلافاته السياسية رفضوا ما حصل للسيد العضو من الناصري والزهراء، لأن الحقيقة هذا عمل غير مقبول بين كل المعايير. طيب الآن حدثني عن الذي أنتم فاعلون حوله الآن، يعني هل سوف تصدروا القانون، تمتثلوا يعني لا للمحاصرة، ما الذي يجري؟ حتى من الناحية القانونية نحن الآن في داخل القاعة لا نملك 120 صوتا لتمييز القانون. فأنا يعني تحدثت مع بعض الناس الذين يمكن الواحد زي ما يقولوا ياخذ ويعطي معاهم، قلت لهم الآن أنتم ماذا تريدون؟ الحقيقة لم نستطيع أن نصل لشيء، حتى لو حصرتونا اليوم أو غدا وقفلتوا الأبواب أمامنا، نحن لا نملك النصاب القانوني لتمرير هذا القانون، فلا جزء من هذه الأمور. ولكن للأسف الشديد هناك خارج قاعة الاجتماع احتقان شديد من مجموعات كبيرة من الشباب تمثل في رأيي كل حاليبيا، وحقيقة اتهام خطير عندما يأتي واحد ويقول أن هؤلاء المنطقة معينة، هذه المنطقة التي هو يشير إليها لا يمثل الموجودين خارج أي منطقة. يعني هذه للمرة الثانية سيد صويحلي تستخدم حضرا، سيد صويحلي هذه للمرة الثانية، هذه للمرة الثانية تستخدم هذا المصطلح سيد صويحلي عذرا. سيد سويحلي عذرا، سيد سويحلي، سيد سويحلي عذرا، دعني استوقفك سيد سويحلي. قايد واخرين نحاول نصل حلول تحافظ على هيبه وكرامه المؤتمر الوطني وتحقق بعد مطالب هؤلاء الشباب، واعتقد ان هذا ما نسعى اليه الان، وليس امامنا الا ان نستمر في السعي في هذا الاتجاه. سيد سويحلي للمره الثانيه خلال هذه المقابله الان يعني تستعمل هذا المصطلح بان هناك من يعني يربط المعتصمين بمنطقة ما، إلى ما تلمح لو سمحت؟ حدثني بشكل واضح عن أي المناطق تلمح؟ أنا لا أريد أن نريد يزيد النار اشتعالا، أنا رجل مسؤول عن كلامي، وأعتقد أن في ليبيا ما يكفيها من المشاكل ومن الهشاشة في الوضع الأمني، ولذلك لا أريد أن أتعرض لأسماء معينة، وهذا أترك الآخرين الذين يتحدثون بعد المسؤولية. طيب الآن الآن لا نصاب قانوني من قبل الأعضاء حتى يسنوا يعني ويصدروا قانون العزل السياسي، ولا أنتم بخارجين، ما العمل؟ والله ان شاء الله ربي يفقد بينا وبحال ليبيا ونخرج ان شاء الله الليله يعني سالمين، لان اعتقد ان لابد في النهايه ان يسود العقل وتسود الحكمه، ونصل كليبيين الى قناعه مشتركه ان ليبيا للجميع ولابد ان نحافظ عليها ونسعى الى تحقيق ما هو في صالحها. ولكن اقول الكلمه قبل نهايه الحديث، إن نحن كمواطن وطني نتحمل جزء اكبر المسؤوليه. نحن امضينا 10 ايام الماضيه والحقيقه لم نعامل الموضوع على السياسي بجدية. نعم. هناك خلافات كبيرة داخل المؤتمر وداخل الدفاع السياسي للأسف الشديد على حتى المسودة التي قدمت. أنا واحد من الناس كما تعلم اسمه يعني وضع بن تقريبا ظلما وعدوانا حتى اكون من ضمن الشمال، قد يشمل هذا العزل عندما كنت رئيس اتحاد الطلبه في بريطانيا، سكرتير اتحاد الطلبه في 95 سنه كان اتحاد المعارضه لمعمر القذافي وليس له علاقه بالنظام، ومع هذا شمل هذا الاتحاد. وانا قلت في وسط المؤتمر انا اقبل في سبيل امن ليبيا واستقرار ليبيا بهذا القانون بهذا العزل لو شملني، لكن للاسف هناك مصالح سياسيه داخل المؤتمر هي هذه المشكله التي وقعنا فيها ونعاني منها الان، واعتقد ستستمر معنا ويمكن حتى في النهايه حتى تمنع الوصول الى توافق من اجل القانون. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ان كانت المصالح السياسيه تقسمكم لهذه الدرجه سيد سويحلي، في صفحه الماضي من اجل ان نبدا فعلا في استقرار حقيقي وبناء ليبيا الجديده بوجوه جديده. يا سيدي هذا الكلام انشائي وجميل، لكن يبدو انه لا اساس له على الواقع، على الاقل على واقع أرضية القاعة التي تتناقشون فيها، بحكم أنك أشرت إلى مصالح سياسية. إن كانت المصالح السياسية تفرقكم لسن قانون، فما الذي سوف يحدث حينما تناقشون الدستور؟ هي مصالح شخصية الحقيقة ليست سياسية،
هي الحقيقة مصالح شخصية، وأعتقد أنها كل الذين مهتمين بالشأن الليبي يعلمون عن ماذا أتكلم. لا لا نعلم، لا نعلم، أرجوك حدثنا ما الذي تقصده. نعم لا نعلم، حدثنا عن المصالح الشخصية داخل المؤتمر لسن أو لعدم سن القانون. هناك ناس داخل المؤتمر لو اتفقنا على المسودة التي قدمت إلينا من 61 سيعزلون داخل المؤتمر، وهناك آخرين من كان بقوا مع معمر القذافي إلى نهاية نظامه في 17 فبراير وقفزوا من القارب الغارق القارب النازي لا يريد أن يعزلوا. هذه حقيقة هذه القصة يعرفها الجميع، أعتقد أنني لم أضيف شيئا أنا في هذا الموضوع. فهناك ناس انا متاكد ان هم لو يعني يخرجوا من العزل السياسي ليس عندهم اي مانع في ان يشمل العزل السياسي كل الليبيين. كل الليبيين؟ من الذي سوف يعيش في ليبيا ويحكمها إذا؟ نعم من الذي سوف يعني يقود ليبيا إن كان سوف يشمل كل الليبيين سيد السواحلي؟ لا انا قلت لك ان هناك بعض الناس المستعدين لقبول العزل طيب السياسي اذا طيب طيب سيد السواحلي، سيد السواحلي طيب نعم وصلت هذه النقطة. أخيرا قبل أن أختم معك سيد السواحلي أرجو أن تكون صريح، يعني دائما تضعون بند يعني التصويت على قانون العزل السياسي طوال أسابيع ماضية ولا يحدث الأمر وترحلون البند إلى يوم آخر وهكذا دواليك. حدثني بشكل مباشر حتى يفهم الناس معنا ولعله المشاهد يتفهم ما يجري الآن ونشاهده في الصورة، ما نقطة الخلاف الأبرز الجوهرية بينكم داخل المؤتمر حول القانون؟ يعني النقطة الخلاف الرئيسية زي ما قلت لك أن هو هناك أناس اشتغلوا مع نظام معمر القذافي إلى في العشرات الأولى من حركته الانقلابية، وهناك ناس آخرين التحقوا به في السنوات الأخيرة. هم الحقيقة يريدون صفقة سياسية، ألا نعذر هؤلاء اللي اشتغلوا في البداية على ألا يعذروا الذين لم يشتغلوا في النهاية. هذه القصة واضحة، والحقيقة يعني أنت مهما حاولت معي أنا لن أتعرض لأسماء، لكن أعتقد الأسماء معروفة للجميع. نعم أشكرك جزيلا. من طرابلس عبد الرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني العام الذي لا يستطيع الخروج بسبب محاصرته وبقية أعضاء المؤتمر في قاعة من قبل محاصرين يطالبون بسن قانون الآن وليس بعد.